فلات 6 لابز وسياك ودار الهندسه عملوا شراكه اولى من نوعها مشاريع اعمال في مجال البناء. احنا كسياك كونستراكشن ودار الهندسه وي بارتنرد اب تو اكسبلور نيو انوفيتيف ايدياز ان ذا كونستراكشن اندستري. عاملين البرنامج ده علشان احنا عارفين ان الكونستراكشن او ريل استيت من اكبر القطاعات عالميا يات ما فيهوش تكنولوجي او ديستراكشن للانوفيشن زي بقيه القطاعات. We're incredibly excited to partner up with SIAC and Flat 6 Labs and launch the Makers Program to empower entrepreneurs who are looking to revolutionize the built environment, the AEC space. Throughout the process بتاعت Pre Accelerator ان احنا نركز على growth بتاع الشركة, نركز كمان ناخد market insights من كيانات كبيرة وعظيمة زي SIAC ودار الهندسة.